نحييكم من جديد إذن مشاهدينا بساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المتواصلة المفتوحة والمباشرة. اجتماع طارئ إذن لمجلس الأمن الدولي يبحث هو العدوان الإسرائيلي على إيران، وفيما أكد المندوب الإيراني أن طهران تحتفظ بحق الرد في الوقت الذي تختاره. قالت مندوبة الولايات المتحدة أن واشنطن ستساعد إسرائيل دائما في الدفاع عن نفسها. هو موقف أمريكي ليس الأول من نوعه، فالدعم الأمريكي لتل أبيب جلي منذ بداية العدوان الممتد من غزة إلى لبنان وقبله. أما نتنياهو الذي يبدو متمهلا قبل الالتزام بأي مسار دبلوماسي بانتظار معرفة من سيخلف بايدن في الانتخابات الرئاسية، فإنه يخاف في المقلب الآخر من تهديد الطائرات المسيرة ويخشى أن تصيب إحداها قاعة الكنيست وفق ما يتحدث الإعلام الإسرائيلي. وعلى وقع الميدانين المشتعلين في غزة ولبنان، تعلن القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت في خلالها 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، بالتوازي مع المسار المستمر لعمليات المقاومة العراقية. إذن هي مشهدية ميدانية وسياسية نناقشها، نقف عند تفاصيلها، نحللها في هذه الساعة من التغطية تباعا. يكون معنا زملائنا محلل الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج منضما إلينا من عمان، كذلك مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة نزار عبود منضما إلينا من نيويورك، على أن يلتحق في هذه الساعة زملائنا سياوش فلاحبور مراسل الميادين من طهران، عبد الرحمن نصار محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإسلامية، ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة من بيت لحم، عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن من صنعاء. نبدأ وإياك مباشرة زميلنا نزار عبود، نأخذ منك أجواء أبرز المواقف التي جاءت في هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على إيران. تحية لكم جميعا. لا شك طبعا هذه الجلسة كانت تتسم بغضب شديد، غضب من عدة دول ليس من دولة واحدة، الدول الصديقة لإيران وعلى رأسها الجزائر، روسيا، الصين، هذه الدول التي دعت إلى عقد هذه الجلسة. هناك خشية عالمية كبيرة من هذا التصعيد الخطير الذي أوصل المجتمع الدولي إلى حالة هلع من حول إمكانية اندلاع حرب في الشرق الأوسط، لها انعكاسات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن والسلم الدوليين. لا شك طبعا هذه الجلسة سمعنا غالبية الدول تدين العدوان الإسرائيلي بشكل قاطع وواضح، دول مثل ليس فقط من مثل الجزائر والصين وروسيا، إنما أيضا دول مثل غيانا، مثل سيراليون، مثل أكوادور وغيرها، وحتى دول مثل كوريا الجنوبية كانت قلقة جدا وقالت هذا عمل متهور ولا يجب أن يكون هناك ردود على هذا العمل لأن السلم والأمن الدولي في خطر. هذا الكلام كرره أيضا خالد خياري مساعد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، الذي قال أن أوان التصعيد يجب أن يتوقف، هناك خطر على المجتمعات وعلى المنطقة بأسرها، هناك قلق دولي كبير. وفي المقابل رأينا بالرغم من أن المندوبة الأمريكية حددت بأنها سترد على أي هجوم على إيران من جانب إيران على موظفيها وقواتها في المنطقة وعلى إسرائيل، إلا أنها في الوقت قالت هذا وقت التهدئة ويجب الاتجاه إلى وإيجاد حلول والنزول عن هذا التصعيد في المنطقة. أيضا باربرا وود مندوبة بريطانيا كانت واضحة وشديدة بشكل صارم، قالت نحن ضد استمرار هذه الحرب في غزة، ضد استمرار الحرب في لبنان، وهناك خطر كبير يجب أن يتوقف هذا التصعيد بشكل كبير. طبعا هي لم تدن العدوان الإسرائيلي وحملت إيران المسؤولية عن دعم التنظيمات التي وصفتها بالإرهابية وهي منظمات المقاومة في المنطقة، وقالت يجب على إيران التوقف عن دعمها، في المقابل يجب على إسرائيل أن تتوقف عن شن هجماتها. هذه المواقف تعبر بشكل واضح على أن هناك قلق دولي كبير، وبالرغم من الكباش لا يزال مستمر، وهذه الدول تتحدث في السياسة وفي المقابل هي تدعم إسرائيل. مندوب إيران قال بصريح العبارة إن المسؤولية تقع بشكل أساسي على الولايات المتحدة التي تقدم السلاح والتغطية السياسية وتمارس المعايير المزدوجة على المستوى الدولي بدعم إسرائيل المعتدية، وأن ذلك لن يثني إيران عن تحميل إسرائيل المسؤولية وعن احتفظ
بحق بلاده في الرد على العدوان بالشكل والزمان والمكان المناسبين. طيب نشرك هنا معنا زميلنا محمد فرج من خلال هذه الأجواء أطراف والدول التي دعت لهذه الجلسة الطائرة لمجلس الأمن، ما استمعنا إليه من مروحة من مندوبي هذه الدول إلى جانب روسيا وإيران الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي يمكن أن نقف عنده في الشكل، في المضمون، في الأجواء، في السمة العامة لمثل هكذا جلسة بهكذا عنوان؟ وتحياتي رامية وتحية للزميل نزار عبود. يعني يمكن الحديث في إطار عام، يعني ويمكن تقسيم الحديث إلى المواقف المختلفة على المستوى الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، المنح التصويت الخاص بها في الهيئات الدولية إجمالا، المنح التصويت العام في الهيئات الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنح التصويتي للدول التي تأخذ موقفا مضادا للهيمنة الأمريكية في العالم ومنها روسيا والصين وإيران بطبيعة الحال. إذا تحدثنا عن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ليس غريبا كل دعمها الدبلوماسي لإسرائيل، ليس غريبا كل دعمها العسكري على مستوى الدعم العسكري، لأنه نعرف الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل أكثر من أي يعني طرف آخر في العالم. كيان الاحتلال هو المستقبل الأول يعني للمساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية منذ عام 1946 بما يتجاوز 310 مليار دولار. يعني حتى مصر التي تعني استراتيجيا الكثير للولايات المتحدة الأمريكية لم تتلقى كمل من هذه المساعدات بما يتجاوز نصف هذا المبلغ. الحماية الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية لكيان الاحتلال أيضا حاضرة. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو أكثر من 83 مرة، تقريبا أكثر من 40 مرة استخدمتها لصالح كيان الاحتلال، ولكن هنالك يعني جانب ممتلئ من الكأس في مواجهة هذا النسق الأمريكي فيما يتعلق بحضورها في الهيئات الدولية، أن المنح التصويت العام في الهيئات الدولية المختلفة حتى في مجلس الأمن، هنالك مجموعة من الدراسات نشرت في هذا الاتجاه، المنح التصويتي يزاح إلى صالح القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. بالمناسبة نحن نتذكر أن حتى المنح التصويتي في الدراسات التي قالت عن طوفان الأقصى، درست المنح التصويتي منذ انطلاق طوفان الأقصى، ترى أن هذا المنح يسير باتجاه لصالح القضية الفلسطينية. ثانيا، أن المنح التصويتي في الهيئات الدولية تاريخيا معروف أنه يسير بصالح القضية الفلسطينية في لحظات اشتعال المقاومة وليس في لحظات برودها، بمعنى أن ما أنتجه طوفان الأقصى وما أنتجته حالات الصمود الكبيرة في الميدان، في المقاومة الإسلامية في لبنان، في المقاومة الفلسطينية في غزة، هذه الحالة من الصمود سوف تذهب أو سوف تدفع بحالة التصويت في المناخ، في المزاج العام في الهيئات الدولية لصالح القضية الفلسطينية وليس العكس. صوت الجنوب العالمي ارتفع في الهيئات الدولية، سواء في محكمة العدل الدولية، سواء في مجلس الأمن، المواقف التي تحدث عنها زميلي زار أيضا جزء من هذا المناخ العام. إذا ركزنا في جانب الموقف الإيراني، يمكن الحديث هنا عن مسألتين. إيران تركز على حقها في استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها. يعني نحن نعرف أنه عندما تعجز، عندما تتراجع، عندما تفشل الهيئات الدولية، فهنالك جانب طبيعي اسمه الحق الطبيعي، وهو بالمناسبة واحد من إنتاج الفلسفة الغربية جون لوك الذي يتحدث عن الحق الطبيعي للفرد في الدفاع عن نفسه إذا لم يكن هنالك إمكانية من أجهزة الدولة للدفاع عنه، وهذا ينطبق على الدول عندما لا يكون هنالك مناخ عام، أو عندما لا يؤخذ قرارات سواء في الفصل السابع أو من الأمم المتحدة من مجلس الأمن في دفع الخطر عن دولة معينة، من حقها أن تمارس حقها الطبيعي في الرد، حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسه، وإيران تركز على هذا البند. أما فيما يتعلق بالتفصيل متى تستخدم إيران هذا الرد وما هو شكل هذا الرد، فهذا يعود للقيادة الإيرانية الحكيمة التي تصيغ قرارها ببيض النمل وتعرف تماما متى تستخدم هذا الحق ومتى تكفر بما يتناسب ويتسق تماما مع شروط ومعطيات الميدان التي تنعكس بالإيجاب ليس فقط على صالح الداخل الإيراني وإنما على صالح محور المقاومة ككل. طيب بالعودة إليك زميلنا نزار عبود، ما مفاعيل هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بمعنى الفاعلية والأثر
وهل هناك من لقاءات جانبية حصلت على هامش هذه الجلسة؟ كيف يتم تنسيق المواقف بين الدول، لا سيما بالنسبة للدبلوماسية الإيرانية، مع بعض الدول التي استمعنا لمواقف مهمة من مندوبيها كالصين، روسيا، الجزائر؟ طبعا ايضا الموقف السوري والموقف العراقي في هذه الجلسه تحدث بشكل صريح عن عدوان اسرائيلي. هناك جلسه بعد هذه الجلسه تعقد حاليا، هي جلسه مشاورات للدول الاعضاء. ما طلبه وزير الخارجيه الايراني عراقي، طلب بشكل واضح ادانه للعدوان الاسرائيلي. هو اراد بهذه الجلسه، هو يعلم وقالها في رسالته، نحن نعلم على ان الولايات المتحده ستشارك في هذه الجلسه وستعطل اي ادانه. لكن هنا ما الغاية؟ إذا كانت النتيجة معروفة، ما الغاية من هذه الجلسة؟ الغاية بشكل أساسي هي إقامة الحجة. إيران أرادت أن تعرض وجهة نظرها بشكل واضح ليسمعها العالم في جلسة مفتوحة وتعقد على عجل. يعني أمس طلب عقد هذه الجلسة وعقدت اليوم مكان جلسة أخرى، أي أن المجلس أجل جلسة أخرى نظرا لخطورة الأوضاع ولما يمكن أن تفضي إليه على التصعيد والرد المضاد على هذا المستوى بالنسبة للوضع العالمي ككل. بالتالي من غير المتوقع طبعا أن يخرج مجلس الأمن بأي مادة إدانة لإسرائيل أو انتقاد. وكان الأمين العام حريصا في كلمة خالد خياري، هل سيكون هناك على تصويت أن ليس هناك تصويت، أم إنما بيان؟ بهدف عادة هناك ثلاث مستويات، إما بيان رئاسي أو بيان صحافي أو ما يسمى بعناصر للصحافة، وهذا أضعف الإيمان كما يقال. لكن حتى هذه الثلاثة لا يمكن أن توافق الولايات المتحدة عليها، لأنها هي تدين إيران وتعتبر إيران هي السبب فيما يحصل، وكذلك فرنسا وبريطانيا. هذه الدول الثلاث متضامنة بشكل كامل، وهناك دول طبعا فلكية تدور في فلكها مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية، هذه لا يمكن أن تقبل بصدور بيان، لأن علاقاتها مع الولايات المتحدة هي علاقات دونية، علاقات تبعية، وبالتالي يجب لكي تخرج ربما هذه معذرة المقاطعة نزار، تعرف المشاهدين ما هي الآليات والسياقات ضمن العمل بالبروتوكول، ما قد يعني يرجح أو يمنع فعلا الخروج ببيان طالما من دعا لهذه الجلسة طارئة وفي مطالبة بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي على إيران؟ كيف يتم العمل، ومن الذي يرجح إمكانية بيان أو أي من الخيارات الثالثة التي تحدثت عنها؟ طبعا يجب أن البيانات يجب أن تخرج بأغلبية الجميع، أي دون استثناء، حتى أي دولة صغيرة سواء كانت دائمة العضوية أو دولة منتخبة لفترة عامين يجب أن تقبل بالبيان أو حتى بالعناصر التي تلقى على الصحافة أو على المراسلين. ولا يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن أي موقف جماعي بدون إجماع الجميع، أي يكفي أن تعترض دولة واحدة على كلمة واحدة في بيان لكي تعطله. ولذلك شاهدنا الولايات المتحدة كانت تعطل دائما أي موقف وتؤجل الأمور بأنها هي تلعب دور دبلوماسي وهي تحاول حل الموضوع. كما قالت اليوم ليندا جرينفيلد المندوبة الأمريكية أن المساعي الدبلوماسية تحتاج إلى عمل دؤوب، والولايات المتحدة تعمل من أجل تحريك المفاوضات من أجل توصل لوقف إطفاق النار في غزة كما في لبنان. والمندوب الفرنسي قال الأولوية هي إيقاف إطلاق النار في لبنان ثم غزة، وهذا يدل على المواقف الحقيقية لهذه الدول. هذه الدول لا تريد أن تخرج فلسطين أو لبنان بموقف منتصر أو مستقل أو حتى إيران، هي تريد أن تسجل موقف بأن هناك غالب وهناك مغلوب وهناك انتصار لمحور على محور آخر. وبالتالي المسائل ليست هي دبلوماسية بحتة، إنما ما وراءها المواقف العسكرية الحقيقية والمواقف الاستراتيجية لهذه الدول. هذه الدول طبعا تنظر إلى ما يجري في الشرق الأوسط بأنه حاسم في مجرى تاريخي معين، وأن انتصار غزة هو انتصار للصين كما هو انتصار لروسيا، وهو هزيمة لإسرائيل يعد هزيمة لواشنطن. بالتالي حساباتها الحقيقية هي أكبر بكثير من مجرد وقف إطلاق النار أو التهدئة.
لذلك من المستبعد حتى بعد هذه المشاورات التي تجري حاليا في مجلس الأمن الدولي أن يخرج أي بيان، وهذا متوقع. في المقابل إيران استطاعت في هذه الجلسة أن تحصل على دعم مواقف دول، غالبية الدول العظمى كانت تقف إلى جانبها، وحتى من لم يقف إلى جانبها أعرب عن قلقه، وبالتالي هي حصلت على شيء، أقامت الحجة. ويمكن أن تقول إذا ما ردت على إسرائيل أنها لجأت إلى الدبلوماسية، لكن هناك دول عطلت ميثاق الأمم المتحدة، عطلت حقها في الدفاع عن سيادتها، وهي لن تتهاون في هذا المجال. شكرا جزيلا لك زميلنا نزار عبود، مدير مكتب الميادين في الأمم المتحدة، كنت معنا من نيويورك. نتركك لمتابعة وقائع هذه الجلسة التي تحدثت عنها، ومجددا نعود إليك زميلنا محمد فرج. النقطة التي يجب يعني أن نقف عندها بعض التفاصيل التي جاءت من ما قالته مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على إيران. تقول لن نسمح لمستقبل المنطقة أن تمليه إيران وأذرعها كما قالت. إذا أردنا أن يعني نترجم هذا الموقف في الميدان، يعني حيث وصلنا، غزة، لبنان مثلا، يعني بداية هو عودة أمريكية على الدعاية التحريضية التي فشلت على مدار السنوات الماضية في تصوير يعني إيران وكأنها تريد صياغة الشرق الأوسط على شاكلتها وعلى هوى، يعني كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الترويج إلى مصالحها الاستراتيجية الخاصة. ولكن هذا ينم عن قلق وتوتر شديدين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية من نجاح الدبلوماسية الإيرانية النشطة خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد وقبل فشل العدوان الإسرائيلي على إيران. يعني كان العنوان العريض، نحن نتذكر يعني أن هنالك صدر مجموعة من البيانات من دول تعتبر في إطار التحالف الأمريكي، نحن نتحدث عن مصر، الأردن، نتحدث عن السعودية والإمارات، كانت هذه البيانات تسير في اتجاه نجاحات الدبلوماسية الإيرانية النشطة وليس الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق يعني في الحديث عن لن نسمح، فهذا الحديث يعني حديث أمريكي قديم. مؤشرات القوة تتحدث بأن صياغة الجيوستراتيجية للمنطقة ليست رهنة للولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال. الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة هابطة بجميع المؤشرات. لا يحق لدولة في العالم أن تتحكم في الاقتصاد العالمي وعجز ميزانها التجاري 900 مليار دولار. لا يحق لدولة في العالم أن تتحكم في اقتصاد العالم وهي لا تشكل مصنع العالم كما هي الحال في الصين. لا يحق لدولة أن تتحكم في القرارات الأمنية والعسكرية في العالم وهي أيضا في تراجع حقيقي على مستوى المؤشرات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن هذه الجولة من الصراع في الشرق الأوسط مختلفة تماما عن الجولات الماضية، ومع أنها فشلت خلال الجولات الماضية سواء في إطار صياغة الشرق الأوسط الكبير وما إلى ذلك، ولكن ما يختلف في هذه المرحلة وفي هذه المرة أن الزمن المطلوب لإعلان الخسارة الأمريكية سوف يكون أقصر بكثير. إذا كان الزمن الفاصل ما بين إعلان الفشل الأمريكي عن محاولات ومغامرات إدارة بوش الإبن استغرقت 15 عاما أو 20 عاما كي نتلمس النتائج الحقيقية للفشل، هذه المرة لا، النتائج سوف تظهر بشكل أسرع وأسرع بكثير من المحاولات الماضية. يعني والأساس ينطلق في هذه المؤشرات أو في هذه الصيغة أو في هذه النتيجة ليست نتيجة يعني ناتجة عن تفكير رغبوي، عن تفكير عاطفي، عن wishful thinking، لا، هذا ناتج عن مجموعة من المؤشرات التي نرصدها في الميدان. نحن نلاحظ صمود المقاومة الإسلامية في لبنان، صمود المقاومة الفلسطينية في غزة. لم تتمكن إسرائيل ومحل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما نشهده في المفاوضات الجارية الآن، لم تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية المطلوبة. يعني حالة الحيرة، حالة التيه، حالة التشتت في الولايات المتحدة الأمريكية بصدد هذه المفاوضات يعني مثيرة للجدل. يعني ممكن أن نستطرد في هذا الحديث ولكن في جولات أخرى من النقاش، ولكن العنوان الأساسي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تختلف كثيرا بالمناسبة عن آراء ونظريات هنري كيسنجر. هم في المفاوضات اتبعوا النصيحة التي أدلى بها هنري كيسنجر سابقا، لا تذهب إلى المفاوضات ولا تقدم تنازلات جدية في المفاوضات إلا عندما يكون
الوضع الخاص بك في الميدان في أحسن مستوى ممكن أو في أحسن مستوى مقبول. هذه الصيغة الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن الوصول إليها، عاجزة عن الوصول إلى وضعية ميدانية حقيقية يعني تجعلها تذهب إلى مفاوضات جدية، لذلك هي لا تذهب إلى مفاوضات جدية. هذه هي عقدة مدة الحرب، هذا هي عقدة زمن الحرب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل لا تستطيع أن تترجم وضعية ميدانية إلى حالة مفاوضات جدية أو إلى حالة صيغة نهائية لهذه الحرب. نعم، وكنا نحاول يعني أن نقرأ بالمواقف والكلمات التي جاءت من مندوبي الدول في هذه الجلسة لنستشعر إن كنا أمام ظروف على مستوى الساحة الدولية تكون ضاغطة بشكل أو بآخر، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وتشكل ليس فقط ضغطا وإنما ما يشبه الفرز أو العزلة بين النهج الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل وإمكانية أن يكون هناك يعني ما يواجه على مستوى تكتل دولي. الآن سنشرك معنا زميلنا سياوش فلاحبور مراسل الميادين، انضم إلينا من طهران. مرحبا بك سياوش. ما أهمية هذه الجلسة بالنسبة للنهج الذي تسلكه إيران، ليس فقط من بعد هذا العدوان الإسرائيلي على إيران، ما سبقه كذلك من الوعد الصادق 1 وما قبله، وكذلك الوعد الصادق 2 وما قبله وصولا إلى اليوم، على ماذا تعول في الذهاب مجددا إلى الأروقة الأممية والدولية؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. بداية يجب أن نقول أنه قبل هذه الجلسة الخارجية الإيرانية خلال الساعات الماضية واليومين الماضيين تلقت عدة اتصالات من قبل الدول الإقليمية لإدانة العدوان الإسرائيلي على إيران. فبالتالي هذا إذا ما وضعناه إلى جانب التصريحات التي سمعناها خلال هذه الجلسة، يمكن أن نقول أن إيران بالمرحلة الأولى نجحت في حشد دعم إقليمي أو إدانات إقليمية ضد العدوان الإسرائيلي في المرحلة الأولى. كما ذكرت إيران تلقت عدة اتصالات لرفض العدوان الإسرائيلي على إيران، ربما أبرزها من جانب السعودية التي كانت من بين أوائل الدول التي رفضت وأدانت بشكل صريح وحاسم العدوان الإسرائيلي على إيران. في المرحلة الثانية يمكن أن نقول أن أيضا إيران نجحت من خلال حملة دبلوماسية ضخمة أطلقتها خلال الأيام الماضية في التنسيق بشكل كبير وعميق جدا بينها وبين موقفها والموقفين الروسي والصيني في المجلس الأمن. في مجلس الأمن يمكن أن نقول أن مواقف روسيا والصين أيضا كانت واضحة وصريحة للغاية في رفض الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالشأن الإيراني أو الشأن اللبناني والشأن الفلسطيني. أيضا اللافت في الموقف الإيراني يمكن أن نقول أن كان هناك تأكيد من قبل إيران على أنها تقرأ العدوان الإسرائيلي عليها كأنها جزء من سياقات إقليمية وليس منفصلة، يعني ليس يعني مسألة فقط مرتبطة بالصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، إنما جاء في إطار الإجراءات الإسرائيلية ضد لبنان وضد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. فبالتالي يمكن أن نقول من خلال هذا الموقف أيضا تقول إيران أنها تقف إلى جانب شعوب المنطقة، إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكما تقاتل وتواجه المقاومة إسرائيل في المنطقة على امتداد المنطقة، إيران أيضا تقوم بواجبها في هذا السياق وستقاتل إسرائيل وستقف في وجه إسرائيل. أيضا كان هناك تأكيدات إيرانية جديدة ومتجددة على أن هناك رد، يعني سيكون هناك رد حتمي على العدوان الإسرائيلي. وأيضا رأينا يعني مخاوف أمريكية وبريطانية وأوروبية بالنسبة للرد الإيراني، لأنهم يدركون أن الرد الإيراني هذه المرة سوف يكون أكثر بكثير وأكبر بكثير من المرات والردود السابقة التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية. وإيران بالتحديد أثبتت خلال الجولات الماضية من القتال أنها قادرة على إفشال الدفاعات الإسرائيلية، قادرة على مفاجأة الأجهزة الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. فبالتالي أيضا كان هناك مخاوف أمريكية وأوروبية واضحة بالنسبة للخطوة القادمة من قبل إيران، الرد الإيراني القادم الذي أكدت طهران أنها ستختار زمن ذلك بالنظر إلى
مجريات الأمور ويعني التطورات الجارية في المنطقة، سواء فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار أو يعني الشؤون المرتبطة بالقتال والمعارك الجارية في المنطقة. فبالتالي يمكن أن نقول مجمل هذه التطورات والتصريحات التي سمعناها خلال الساعات الماضية كلها تظهر أن هناك عزلة كبيرة تعيشها إسرائيل، هناك وضع ضاغط دولي وإقليمي على إسرائيل لا يمكن تجاهله. طبعا لا يجب التضخيم بشأن هذا الأمر، طبعا إسرائيل يعني لديها ربما حسانة أمريكية تجاه كل هذه الضغوط، ولكن هذه الضغوط في نهاية المطاف هي جزء من المشهد يجب قراءتها ويجب أخذها بعين الاعتبار. ولكن عموما يمكن أن نقول على المستوى الإقليمي هناك عزلة كبيرة، يعني كنا على وشك ربما تطوير العلاقات بين بعض الدول الإقليمية المهمة قبل 7 أكتوبر، الآن كل تلك المحاولات انهارت يمكن أن نقول، والإدانات التي تأتي من قبل الدول الخليجية والدول العربية والدول الإقليمية تقول ذلك، أن كل تلك المحاولات الجارية التي كانت تهدف إلى تدفير العلاقات وكانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني كلها انهارت وفشلت، والآن نحن أمام وضع جديد ضاغط على إسرائيل. وأيضا من الناحية الدولية طبعا بمعزل عن مواقف الدول الأوروبية والأمريكية التي كانت متوقعة ولم تأتي بأي جديد، ولكن من ناحية الدول المستقلة نتحدث عن روسيا نتحدث عن الصين، يمكن أن نقول أن هناك وضع دولي جديد أيضا تواجهه إسرائيل ومختلف تماما عما كان عليه نعم. قبل 7 أكتوبر. نعم. اسمح لنا ننقل هذه النقطة لو سمحت زميلنا سياوش لزميلنا محمد فرج حول فعلا هل نحن أمام وضع دولي مختلف والقيمة لذلك بمعنى المفرزات أو التأثير. نسترجع بعضا مما جاء مثلا على لسان مندوب الصين في هذه الجلسة مجلس الأمن، نحن ضد أي أعمال عدوانية تهدد السلم والأمن الإقليمي، نشعر ببالغ القلق إزاء التصعيد والأعمال التي تقوم بها إسرائيل، وضع في الشرق الأوسط هش ويجب أن تقوم كل الأطراف بوقف إطلاق النار، وبأن وقف إطلاق النار في غزة ما زال بعيد المنال وقرارات مجلس الأمن تم تجاهلها. مندوب روسيا تحدث بأن إسرائيل لم تخفي خلال الأسابيع الماضية نيتها لضرب إيران، وبأنه نشعر ببالغ القلق إزاء التصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران وندعو لضبط النفس، وبأنه إسرائيل ضربت مرارا مدنا في سوريا ولبنان وقامت بتصفيات سياسية. هذه الصيغ التي استخدمت من روسيا والصين هل يمكن أن نتحدث عن أنها تتحول لمواقف فاعلة ضاغطة تعطي هذا التغيير على الساحة الدولية؟ كيف تحسب هذه الدول يعني مواقفها في مثل هكذا ظروف، لا سيما أن المنطقة يبدو بأن مخاضها سيؤثر على الساحات المرتبطة بتلك الدول، بحر الصين الجنوبي، أوكرانيا كذلك؟ هذا سؤال مهم رانيا. يعني بداية يعني فيما يتعلق بالموقف الصيني والروسي على امتداد الفترة الماضية، يمكن القول بشكل ضمني أو بشكل صريح كانت التصريحات والمشاركات الصينية والروسية في الهيئات الدولية، في مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، وفي باقي الهيئات الدولية كان هنالك إدانة للعدوان الإسرائيلي في أكثر من ساحة، وآخرها العدوان الإسرائيلي الفاشل على إيران. الآن هذا ينطلق من عدة يعني أسس أو من عدة أسباب ميدانية سياسية أيضا عكست وألقت بظلالها على هذا الموقف، وهذا إيجابي في كل الأحوال. أولا الصين وروسيا بشكل أو بآخر هي جبهتين أخريين في مواجهة الهيمنة الأمريكية التي تشكل إسرائيل واحدة من ذراع هذه المواجهات، واحدة من ذراع الهيمنة الأمريكية في العالم بشكل أو بآخر. الصين وروسيا أيضا تدرجت العلاقة التي تجمعهما بكيان الاحتلال، طبعا العلاقة بمعناها الواسع، في مطبات ومراحل ويعني نقاط انعطاف مهمة جدا. الصين على خلاف شديد بما يتعلق بكيان الاحتلال في ملفات مهمة تمس الأمن القومي الصيني بشكل مباشر. نحن نتحدث عن الموقف الإسرائيلي من الإيغور، الموقف الإسرائيلي من تايوان، الموقف الإسرائيلي حتى أثناء يعني دور الصين في الوساطة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كانت إسرائيل دائما ترفض هذا دور الوساطة بشكل أو بآخر. الصين وصلت إلى مرحلة من مراحل التوتر أعتقد يعني مع كيان الاحتلال في عدد من الملفات كانت تحتاجها في عقد التسعينيات أن تكون بوابة لنقل التكنولوجيا الغربية بشكل أو بآخر. لم تعد الصين بحاجة إلى هذه البوابة بشكل أو بآخر مع وصولها إلى مرحلة عالية في البيتنت يعني اندكس في 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 مؤشر براءة الاختراع في العالم، لم تعد تحتاج هذه البوابة التي كانت تحتاجها في بداية التسعينيات. فبالتالي
وبالتالي الأسس السياسية، الأسس الاقتصادية في العلاقة مع كيان الاحتلال بالنسبة للصين لم تعد مهمة. هذا جانب أول. الجانب الثاني، الموقف الصيني موقف مبدئي في هذا الاتجاه، وعندما تكون تدخل في شكل من أشكال الوساطة أو الموقف المتمثل دبلوماسيا في الهيئات الدولية هي تعبر حقيقة عن الموقف الذي تعلنه. هذا بالنسبة للجانب الصيني. الجانب الروسي أيضا المرحلة الماضية يعني تضمنت عدد كبير من المحطات التي فيها التوتر مع كيان الاحتلال، سواء فيما يتعلق بموقفها من أوكرانيا، موقف كيان الاحتلال الإسرائيلي من أوكرانيا، وفي عدد كبير أيضا من الملفات الأخرى فيما يتعلق بنشاط الوكالة اليهودية وما إلى ذلك. إذن العلاقة السياسية الثنائية بالنسبة لروسيا والصين مع كيان الاحتلال هي أساسا علاقة متوترة، ويشوبها توتر كبير تحديدا خلال الفترة الماضية، وهذا يساهم إلى جانب وجود الصين وروسيا في جبهات مواجهة ضد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يساعد في هذا الاتجاه. لنعد إلى إعلان قازان. إعلان قازان يعني 134 بند، 33 صفحة، كانت مليئة جدا في المواقف الداعمة بالمناسبة لقضايا منطقتنا، يعني وواحدة منها يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به فيما يتعلق بالهيئات الدولية. لا يتحدث البيان عن إجراءات تكتيكية جراحية بسيطة داخل هذه الهيئات الدولية، هو يتحدث عن إعادة هيكلة لهذه الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة العمومية للأمم المتحدة. هذا النقاش على فكرة بالمناسبة قد يطال مسائل استراتيجية. نحن عانينا خلال الفترة الماضية تحديدا خلال طوفان الأقصى من سطوة الفيتو الأمريكي، وعندما نتحدث عن إعادة هيكلة، إعادة هيكلة لكل شيء حتى للقوانين الناظمة لاستخدام الفيتو، متى يستخدم الفيتو، من يحق له استخدام هذا الفيتو، وهنالك قواعد مقترحة كثيرا في هذا الاتجاه أن الفيتو المنفرد هذا لا يجوز أن يكون سطوة على رقاب شعوب العالم بهذه الطريقة. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة زميلنا محمد فرج، محلل ميدان الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. في عودة أخيرة إلى زميلنا في هذه الساعة طبعا زميلنا سياوش فلاحبور، ماذا بعد جلسة مجلس الأمن الدولي بالنسبة للمسار والسياق الذي تسلكه إيران، سيما وأنك أشرت للحراك الدبلوماسي الذي سبق العدوان الإسرائيلي، المواقف ومروحة المواقف المهمة التي خرجت في إدانة هذا العدوان في المنطقة، لا سيما على المستوى العربي والخليج، السعودية، الأردن، مصر، الآن جلسة مجلس الأمن وبانتظار ما سيخرج عنها بطبيعة الحال وما استمعنا من مواقف، ماذا بعد ذلك وما هي محددات إيران انطلاقا من هذه المواقف لما قالت احتفاظها بحق الرد في التوقيت الذي تختار؟ مبدئيا يمكن أن نقول أن إيران لا تعب كثيرا على المؤسسات الدولية بأكملها بما فيها مجلس الأمن، لأنها أثبتت عدم فعاليتها وأثبتت فشلها في التعامل مع القضايا الإنسانية ومع قضايا حقوق الإنسان خلال العام الماضي تحديدا، خلال كل السنوات الماضية، ولكن بالتحديد خلال ما انطلق منذ ملحمة طوفان الأقصى، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الإبادة الجماعية التي شهدناها، تدمير كافة البنى المرتبطة بالمنشآت المدنية، المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة وباقي المؤسسات المعنية بذلك، أثبتت أنها غير قادرة على التعامل بشكل صحيح مع إسرائيل. فبالتالي إيران أيضا باعتبارها جزء من هذه المواجهة، جزء من محور المقاومة، لا تعبل كثيرا على هذه المؤسسات وخاصة مجلس الأمن، ولكن هي تقوم بما هو واجبها من الناحية الدبلوماسية. كما ذكرت، إيران أطلقت حملة دبلوماسية ضخمة خلال الأيام الماضية أدت إلى هذه الموجة الكبيرة من الإدانات التي شهدناها، خاصة من الدول التي كانت على وشك تتبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل نحو عام أو أقل من ذلك. فبالتالي يمكن أن نقول من الناحية الدبلوماسية إيران تقوم بما هو عليها من الناحية في الساحة الدبلوماسية، ولكن الساحة الأساسية هي المعركة وهي الميدان، وهي ميدان المواجهة وساحة المواجهة العسكرية. وفي هذه الساحة وفي هذا المستوى يمكن أن نقول أن المقاومة بأكملها بما فيها إيران يعني تمكنت من فرض حالها، من فرض شروطها، من فرض قيمها على الجانب الآخر من المعادلة، وهذا بالنار. يعني إيران تمكنت والمقاومة بأكملها تمكنت من رسم خطوط جديدة للمواجهة، من رسم خطوط جديدة للمعركة مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة في المنطقة، من خلال استخدام القوة الخشنة. وهنا يجب الذكر أن إيران وباقي مجموعات المقاومة لا تتعامل مع إسرائيل كأنها إسرائيل، يعني بالأخير هي إسرائيل امتداد للمؤسسات الغربية، يعني لا شيء يسمى إسرائيل في نهاية المطاف. إسرائيل تمثل الاحتلال الغربي الذي لا يزال موجودا في منطقتنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
وإيران وباقي مجموعات المقاومة تقاتل الاحتلال الغربي الذي يصر أن يكون موجودا في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. ويمكن أن نقول منذ 7 أكتوبر تقدمنا عدة خطوات إلى الأمام، وفرضت إيران حالها من خلال استخدام قوتها العسكرية خاصة في عمليتي الوعد الصادق، وأثبتت أنها قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي خلال أقل من 10 دقائق، وربما نحو 10 دقائق. فهذا معطي جديد، هذا مؤشر جديد على أن هناك تغيير كبير في حسابات الدول الغربية لدعم إسرائيل خلال المرحلة القادمة. شكرا. ليس بالضرورة من خلال الدبلوماسية، بل إنما من خلال استخدام القوة العسكرية الخشنة. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة زميلنا سياوش فلاحبور مراسل الميادين، مباشرة كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. أحييكم من جديد، نستكمل وإياكم مشاهدينا هذه الساعة من تغطية الميادين. نشيل العاجل على الشاشة، المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة رش بينا بصلية صاروخية، وكذلك من ضمن التفاعلات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان محافظ بعلبك الهرمل يقول تخطى عدد الشهداء 50 وعدد الجرحى 100، فيما لا يزال هناك أكثر من 15 شخصا تحت الأنقاض في يوم هو الأعنف منذ بداية العدوان الإسرائيلي. نتحدث عن حصيلة شهداء كبيرة في البقاع بشرق لبنان في هذا اليوم من العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشير كذلك إلى أنه في تفاعلات مرتبطة بقرب الانتخابات الأمريكية. المونيتور تقول أنه مصدر إسرائيلي ينقل أنه نتنياهو ليس لديه خطة عما يجب فعله إن فازت كمالا هاريس بالانتخابات، علما أنه من ضمن استطلاعات الرأي التي قدمت في إسرائيل بأنه 66% ممن استطلع أراءهم في إسرائيل يرغبون بفوز ترامب. هذه النقاط نحيلها من جديد لزميلنا عبد الرحمن نصار محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإسلامية في قراءة ما الذي يمكن أن نراه تحت عنوان المسار الدبلوماسي الذي قد ينخرط فيه بنيامين نتنياهو أيا كان من سيخلف بايدن. عفوا، هناك مشكلة في الصوت عموما، ولكن بالمجمل العام سمعت السؤال سريعا. الفكرة الأساسية اليوم، هناك حديث متشابك عن مشكلة هل سنذهب إلى حل سياسي أو سنكمل في المعركة العسكرية. الواضح حتى اللحظة من هذا المسار أنه نحن نتحدث عن نهاية ليست قريبة للحرب، يعني لا تبدو المؤشرات على ذلك قريبة، رغم أنه هناك حقيقة يعني معدل الخسائر الإسرائيلية في الجبهة الجنوبية للبنان الشمالية لفلسطين المحتلة عالية جدا، ولكن هذا المعدل ليس بالضرورة هو المؤشر الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه في فهم ما يمكن أن يحدث أو البناء عليه أن إسرائيل يمكن أن تنهي الحرب بناء على هذا الأساس. بالعكس، صحيح نتحدث عن أيام حاسمة، ولكن كل كان يتحدث عن الانتخابات الأمريكية كنقطة فارقة، وإذ بنا اليوم ها نحن على أبواب هذه الانتخابات ولم تتغير الكثير من الأمور. وبالعكس، الولايات المتحدة تذهب إلى تحشيد عسكري إضافي في المنطقة، تذهب إلى نمط دفاعي معزز داخل فلسطين المحتلة، وبالعكس حتى مع نشر جنود لها من أجل دفاع يعني تشغيل هذه المنظومات. يعني حتى إيران إذا اضطرت في أي مواجهة مقبلة إلى ضرب هذه المنظومات فهي ستضطر إلى ضرب منظومات جنود أمريكيين. ولهذا المؤشر الآن أنه العكس، نتنياهو يجد نفسه في مكان ما يستطيع مواصلة هذه اللعبة، ولا أحد حتى داخل الإطار الإسرائيلي يستطيع معارضته في مكان معين. بالعكس، هو حقق مجموعة من النقاط عندما نفذ هذه الاغتيالات ليظهر بصورة الملك القوي أو القادر على إكمال الحرب. شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الرحمن نصار محلل الميادين شؤون الفلسطينية والإسلامية، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. وبهذا نصل إلى ختام هذه الساعة ضمن تغطية الميادين، نستأنف على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.